السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله شباب في هذا المقطع. اليوم مباراة مصيرية ما بين ممثل القائلة اليمنية في مدينة ليفربول وممثل القائلة الليبية أيضا في مدينة ليفربول في البطولة التي تسمى ويلدن وان سيتي، العالم في مدينة واحدة. مباراة مصيرية، الفريق اليمني قد تغلب على الفريق البنغلاديشي 3-0، الفريق الليبي لا زال يبحث عن فوز، لا ليست لأي نقاط إلى الآن، فالفريق اليمني محتاج أن يفوز في المباراة حتى يضمن التأهل للدور الآخر، والفريق الليبي لازم يفوز في هذه المباراة حتى يضمن بقاؤه في هذه البطولة. نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. طبعا في خلفي الآن التدريبات تسخين للفريق اليمني، وفي الجهة الأخرى الفريق الليبي يسخن. أعمل لقاءات مع المدراء الفرق وأشوف إيش طبعاً عن هذه المباراة وما هي الخطط اللي ناويين ننفذها في هذه المباراة. خليكم معنا وتابعونا، اشترك في القناة، اعمل لايك وشير للمقطع. حياكم الله يا شباب. عليكم السلام ورحمة. معانا الكابتن طارق مدرب المنتخب اليمني، ومعانا هنا أيضا الكابتن مانع رئيس الفريق الليبي. يا شباب نبدا بالكابتن، ولا خلينا نبدا بمانع لانه الليبي عشان يقول الصريه بين البين. ها ايوه اكيد. كابتن مانع، يعني الفريق الليبي لا زال يبحث عن فوز حتى يضمن بقائه في هذه البطوله، ايش لازم تصلحوا؟ يلا كشفوا اوراقكم لبعض. صعب 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 ان نكشف الاوراق، بس ان شاء الله زي ما قلت لنا يعني اللحظه هذه ان نواجه بعض. نعم، يعني على طول السنين اللي فاتت كنا دائما مشجعين لبعض وواقفين مع بعض. اكيد اكيد. فان شاء الله اللي كاتبه ربي واللي كاتب له النصر يعني يفوزوا. المهم الروح الرياضيه والاخوه تبقى بيننا. اكيد 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 ان شاء الله. كابتن طارق حياك الله. ايش رايك في المباراه اليوم؟ والله المباراه يعني اصحاب اللي بيهم اصحابنا، وزي ما قلت انا ما اتكلمش عن اصحابنا واصدقائنا. لا اقول لك يعني هذا شيء طبيعي، بس اتكلم عن المباراه الحين. طبعا ما فيش داعي للمجاملات الحين. اكيد احنا نشتري الفوز وهم يشتري. نعم الفوز اكيد. وما بقى الا المكتوب. نعم، لكن ان شاء الله المكتوب يكون في صالحنا. خلاص، اذا شكرا جزيلا يا شباب، يعني نتمنى لكم التوفيق الاثنين. انا لازم اكون محايد، انا حصور في الشوط الاول وحضب بعدين للمشجعين في الشوط الثاني. ف مثل ما قلت لكم نتمنى لكم التوفيق ونشوفكم خلال المباراه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا. ان شاء الله. سلم. الله يحييهم. كيف يا شباب جاهزين؟ ان شاء الله. اليوم مش نشاط، مش اليوم، اليوم مش فوز اليوم. استحوش عبود، استحي شوف. مستعين معك. مش اهداف اليوم. ولا ما بصورك اليوم. نو وريز. السلام عليكم يا شباب. الحمد لله اليوم في مباراة حلوة، مباراة حماسية وتكتيك وفني وأهداف ولعب أخوة إن شاء الله. أيوة أكيد، ما في تكسير عظام بس اسعي كيد العالي والعوالي واسلمي اسلمي 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 طول المدى، اننا نحن الفداء. ليبيا 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 يا بلادي انت ميراث الجسور. ايتها الدنيا نشيدي، رددي وأعيدي وأعيدي، واذكري في فرحتي كل شهيدي، وامنحيني حللا من ضوء عيدي. رددي أياتها الدنيا نشيدي، رددي أياتها الدنيا نشيدي. Get it!
حقنا يا حكم حقنا كرتنا حقنا حقنا يا حكم وطنا موجودين هنا الشباب معاكم كيف الحال المباراة بخسارة كبيرة للفريق الليبي مقابل الفريق اليمني. الخسارة كانت 6-0. خلنا نتكلم شوي عن سبب الخسارة هذه بعد ما شفنا المباراة وكذا. يعني أسباب المباراة مش إنه الفريق الليبي ضعيف بدنيا أو شيء، لا لا سمح الله، بالعكس. سبب الخسارة أول شيء إنه الفريق اليمني لعب مباراة أولى وحضر هذه المباراة وهو فائز في المباراة الأولى ضد بنغلاديش 3-0. الفريق الليبي اجى هو خسران، تمام؟ هذا اول شيء، يعني ايوب روح اليمين، ايوب روح معنويات عاليه. الشيء الثاني انه الفريق اليمني اللاعبين اللي فيه جاهزين اكثر من الفريق الليبي. كيف جاهزين اكثر؟ صار لهم فتره يلعبوا مع بعض، يعني اغلب اللاعبين يلعبوا مع بعض وهم اطفال، فتخيلوا انتم كميه التفاهم الكبيره بينهم البين كبيره جدا. يعني اشوف بعض اللاعبين يعني يعطي باص لصاحبه وهو ما وصاحبه مش موجود في ذيك المنطقه وعارف فين صاحبه حيتموضع في المكان المعين اللي حيباصي له. فتكتيكاتهم كانت رائعه صراحه. هذا الشيء الثاني. ثالثا الفريق اليمني لعب مباريات وديه كثيره جدا، اكثر اعتقد من الفريق الليبي.
نصيحة الفريق الليبي والشباب الماسكين الفريق الليبي انه يتدربوا اكثر، يخلوا يلعبوا مباريات اكثر مع بعض، يخلوا الشباب يتعودوا على بعض، يتفاهموا مع بعض اكثر. هذا بيبني عندهم اول شيء لياقة عالية، ثانيا بيعطيهم يخليهم يتفاهموا مع بعض في الملعب. هذا هو اعتقد في نظري سبب الخسارة للفريق الليبي بهذا الرقم الكبير وهالاهداف الكثيرة. خلاص وصلنا لنهاية المقطع، تحياتي لكم، شكرا جزيلا. الفريق اليمني تأهل هو وويست انديز، اللي هو ريست اوف ذا ويلد، لانه ريست اوف ذا ويلد كمان فاز على بنجلاديش بنتيجة 1-0، قدم بنجلاديش مستوى جميل جدا. المباراة الأخيرة بتكون ما بين اليمن وريست اوف ذا ويلد، يعني واحد من الفرق اللي مرشح للفوز في البطولة تحصيل حاصل، لانه اوريدي تاهل للدور الاول لكن على المركز الاول والثاني. ليبيا وبنجلاديش حيلعبوا على المركز الثالث والرابع في مجموعتهم، يعني هم اوريدي نازلين للاسف. فنتمنى لهم التوفيق، ونتمنى التوفيق كمان للفريق اليمني في مشوار البطوله هذا. وخلاص انتهينا، تحياتي لكم جميعا وشكرا. واللي ما كان مشترك لسه في القناه ولا في صفحه الفيسبوك اشتركوا رجاءا، وادعموا الصفحه وادعموا القناه على اليوتيوب كمان. وتحياتي لكم جميعا وشكرا.